السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكن أودين علوق القرآن كان نجلو وداعين أيوه حويري مركا عن سوليك فريستو أي عن حاجة عن حاجة جدار أيوه عد بايك صورة عن عد كاسيديك ماله أوديعان ماله أودي باتك كلام ماله وحنون يقوم حيو مركا عن سحرة إذا دم يستو عم حاجة عن دم يستو أي عن إسكك عن عد كيو إسك لعب ميا وواحد يبعتا يقوم حيو سلكن وحور وروين يجا هيا أبو يري ده وحن مال لها أنشرين ودفتن إن نوجادا هيا دون يا أبو يري أبو ما سي هاي هذا إنه جوابتا كسر دوانو نيمكن حالا دن وكعبنا يوم وحالا الأركان وإنت بدو حيو بدن تعيطس كحنون كحنون رايك قبا أما حنون كبابا سيرتا لكن حنون كبابا سيرتا وحايلة هاي سدح تيب ورنتيا كلا دوان لكن هو كما كاهي وامين مركاس كده هكو جرتو او بوغي اي كاسما يسد ملاوتك يميد دبادا وحا مركا جرتا مركا قار وحا دعدا دبع كوي مادا مدعي هادا قيب تاس قيب ملاوتك اللي دعدا وقيب توقفك ابن آده كاهي مدعي هادا وهوين قيب تا او قدن بيسا ملوث كانون قالنا إنك بشهان إن وإلاستيك وحلينا كود عاري كلا بحرو مركز إنت بدن وحكينت على الاستاج وقفك كوبتا دعشنا وقفك كوبتا إن وقفك آدو دعدو يعني دعشنا وحلينا يقفك مركو فرديو استحراد يعاني كصواب حيني إيو دعانا إيو سحراد يحوه كسوة تشيدة أما وحوه إسكاك صور رفانا يو سيدة بدو قصوا بحو ويكياني كرتان مركاس ملوث كقيبتا وقضا بيساينا يسورد عدو عاد كلي وإنت بدن ميل كلي كوشي راما جرتو وملوث كاما قيبتا وقضا بيسا إنا يسورد بحضا عيا إنت بدن سيكو من الله عركا وحا مركا جرتا دخاتيرتو دور قام عيا هنتا نحاليان دكوبان قفك إن علوشي سلسو عسيو ومركو قفك علوشي ساي سعطو على الاستاجون يكون سبب يسي ومركز وقفك عادي سكن نقضه وعلاش هم عنتوي كفايبر كلا غريف اجتيبل كلا فروت كلا عبيس تبيها عانها قفك وحيابها الله سيو كدي من سحر يسوي تشيلعنا وقفك يعني دب وضم بيسان عانو يسكو عرق وساش كذا يكون معتم يا مركز حالة ميديكال كونديشن هي حالة نقطه او باهن داوين او باهن او مركا تاكلي او حوغان كراهم دخترك انو مركاس دخترك او كوچرتو انو ايغو كالاچيدك دعاي اي ملاوتك كويمي انت او يهي اي قابك مركاس وحالك اي سليشنك او رادين ايو او مركا او تقنيقس بادن اي ميتور بادن اي بروسيجر مركا ميديكال بروسيجر او صحصان راعي دونو oo ka xalin doono laakiin kaliya waxa ku la talin laha marka koobaad isku dayna calooshaada suuciiso jimicsigaagu bato isla markaana waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan calooshaadu inay ku socoto hadii markaas ay taa xal ka weeydo in dhaqtarka uu ku jirtaad u tagto oo xaaladda kugu timi aad la wadaagto ayaan kugu soo urun laa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.